أصبحنا هذا الصباح في مطار نواصل بالدار البيضاء في رحلة نحو تركيا، مطار إسطنبول بالضبط. تركيا اللي غتكون مجرد محطة، أي بعد 6 سوايع غنطيروا منها إلى بلد آخر، بلد يثير الكثير من التساؤلات، بلد يحتل واجهة الأحداث. تبعوا معي هذه الرحلة أول بأول. عاد وصلت المطار ديال اسطنبول. رحلة كان زوينة وزوينة بزاف الحقيقة. الخطوط المغربية متميزة، كل شيء كان هو هذاك بارفي. للأسف هنا غنبعد 6 سوايع عاد غناخد الوجهة الأخرى، على أساس أنني دخلت دابا مع هذيك الخمسة قل ثلوث وما غتخرج الطيارة الوجهة الأخرى حتى ال11. هذا الشيء اللي غيخليني نتوهش شوية في هذا المطار. الحقيقة هاد 6 سوايع صعيبة صعيبة تدوزها في هذا المطار، ولكن معكم غدوز إن شاء الله. المهم لقينا هاد اللعيبة زوينة هنايا في المطار، هانتوما الباكاج ديالي. في الوقت نفسه كاين هاد لي شارجور، نشارجو الجو برو ونشارجو البورتابل. هادي ميزة زوينة بعدا نعتقو ونحييو الماتيريال ديالنا. خوت دابا ساليت جميع الإجراءات بالنسبة للوجهة الثانية، درت تشيكين، دفعت الباكاج ديالي والامور دازت بخير. كاين شويه ديال التعب، وكان عندي مشكل ديال واحد المسؤول في الطائره اللي قال لي بانني راه خاصني فيزا للبلد اللي غادي ليه، ولكن كتدخل قبل كتصيفط واحد الطلب وكيقبلوا ليك على اساس ان الفيزا ديالك واجده، وكيعطوك نسخه من داك الطلب، وهذاك الطلب هو اللي ولي كتوصل كتدفعوا لهم باش يسهلوا لك الاجراءات ديال الفيزا وباش بالخف دير الفيزا. عندي هذا الطلب، ولكن المسؤول في المطار قال لي لا، المسؤول على الرحله ماشي كاع ديال المطار، قال لي لا خاص ضروري تكون عندك الفيزا. قلت لي لا، وبديت كنغوت لي ما تعرف ما تخافوش خوكم راه جلطيطه فيما مشي يغوت. بقيت كنغوت عليه وقال لي تسنى غنمشي نسول وتعطل وبلاتي والناس كدوز. في الاخر على جا قال لي اسمح لي راه عندك الحق، بالتالي اثر عليه شويه داك الشيء، ولكن في الوقت نفسه الفيزا الامور دازت كلها بخير وخدنا الامور ديالنا. شوف ترى هذا المطار ديال اسطنبول راه علام. تصور كتكون في جهه معينه كتظن بان هذاك هو المطار، هذاك الشيء اللي عطى الله، كدوز الجهه الاخرى اي اللي كتبغي تقطع تبغي تصايب التشيكين ديالك كتمشي لجهه اخرى كتلقى عالم اخر. اش نقول لك، مدينه كبيره هذا المطار، وفي الحقيقه هو مفخره ديال طه ديال اسطنبول. هانتوا شوفوا المطار كده. هذا باش نكون معكم صريح، شفتوا الحلاوي كل شيء كاين، العصير كل شيء، ولكن انا ما خدت والو والله العظيم. ولا فمي نشف وصفت وبغيت بقيت شويه تاع الماء لان عطش بزاف وما قدرتش، لان في المطار ديال نواصل قريعه صغيره ديال ماركه عيانه 10 دراهم. اذا هنا شحال ماشي، اولا انا السفر ديالي ديروا سفر منخفض التكلفه، الله اللي عالم بيا خوكم غير غادي وصافي الله اللي عالم. ثانيا ما يمكنش انني كتستغني حيت انا في المطار تزيد الاسعار بهذا الشكل، وبالتالي بحال ضمنيا خوكم قاطع. هاد ضمنيا راه فيها الفلوس ما كايناش، واش فهمتوا؟ تلقي هاد المطار عجوبه والله غريب. انا ما بغيتش ندير فيديو على مكونات المطار وهادي وهادي على اساس انني قلت ان هاد الشيء راه مستهلك، وبالفعل هو كيبان مستهلك، ولكن انا بغيت نعطيكم ونتقاس معكم غير الانطباع ديالي. سمع راه ما تحدوش، واخا الضلات تم غادي ما تحدوش على الاطلاق، وكل بلاصه تنسك في بلاصه. شوف هاد التحف شي زوين، واي اي اي تحفه واعره هادي.
بارك مقابل البورتابل ديالو ولا انسان الالي ولا كل السلوكه استحوذت عليه السلوكه. تصحف رائع جدا. اذا دابا غادي الوجهه ديال هذا البلد الاسيوي وحنا غنشدو الصف باش نطلعوا للطياره. انتما كاين زحام بزاف، انا استغربت من هذا الزحام، زحام كثير بواحد الشكل كبير. احنا غاديين نحيد دابا، كاين زحام كثير 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 بزاف، ما استغربت على هذا الزحام. اذا احنا طلعنا الطائره اللي غدينا الوجهه ديالنا الاخيره، طائره تابعه للخطوط الايرانيه كيشن اير، وبالتالي انتم عرفتوا الوجهه اللي غادي ليها. احنا غاديين غنزلوا في المطار الامام الخميني بالعاصمه الايرانيه طهران، ومن ثم غتبدا الرحله ديالنا في هذا البلد اللي خلق الحدث والحدث كبير في الاونه الاخيره. بلد سجل مواقف تجاه القضيه الفلسطينيه، مواقف جريئه، امطر اسرائيل بوابل من الصواريخ والطائرات المقاتلة. ماشي على قبل هذا غادي نزوروا هذا البلد، جمال هذا البلد وطبيعته الخلابة، واللي غادي نحاولوا ما ممكن نكتشفوها ونكتشفوا معالم الحياة في إيران. هذه الطيارة فقدتني ذاك الطوبيس ديال الكازا ديال جوج طوبيسات بلاصقين، وترى علامة قداش شحال طويلة وشحال هزوا ديال البشر. ربما الناس كترجع، ربما الإيرانيين كيرجعوا للبلد ديالهم من بعد عطلة عيد الأضحى، أكثر هادو مهاجرين وكيرجعوا للبلد ديالهم. هادي وصلت مطار طهران، دابا تقريبا الساعة 2:30. في الحقيقة كانت رحلة ممتعة وممتعة جدا، وجبة العشاء اللي قدموها كانت زوينة بزاف، متنوعة، روز بالدجاج زائد أنبواط ديال الريب، ريب زوين، زائد لمونادا، زائد كيكة، زائد قهيوة في الآخر مزيانة، بمعنى كانت متنوعة وكافية في الحقيقة. واحد القضية أن العيلة اللي ركبوا معنا كانوا كل شيء لابسين واحد الزي في الشكل، ولكن ملي وصلوا هنا تغير زيهم، كل شيء دار الزيف، غطاوا الأجساد ديالهم في الحقيقة، لا يخطي من شي حكا. إذا غادي نمشي ندير تشيكين، نشوف الفيزا ديالي، من بعد غادي نعاود لكم كيفاش خدت الإذن بالوصول هنايا، وكيفاش درت باش غادي او اشنو غندير باش ناخذ الفيزا، وكافه الاجراءات غنديرها من بعد ما نسالي انا ونخرج من المطار، وغادي نعاود لكم اشنو درت وكيفاش خرجت من هذا المطار، وشنو غادي ناخذ مركوب باش نوصل وسط المدينه، خصوصا المطار كيبعد على وسط المدينه بازيد من 35 كيلومتر. يلا ساليت الاجراءات، خدت الفيزا وخرجت الباجاج ديالي، والامر تم بواحد السلاسه غريبه جدا. تصوروا ان الفيزا ما خدش لي واحد 10 دقائق على الاكثر. غير خصكم تعرفوا انه قبل ما كتجي لايران كتشوف واحد المكتب اللي كيوضع لك طلب الفيزا وكيباشر هو الطلب، واللي كتقبل الفيزا ديالك كانت تقبلات في يومين، كيصيفطوا لك ان كوبي، وبالتالي ملي كتوصل كتمشي عند هذاك الاوفيس غير باش تكمل الاجراءات الخاصه بالفيزا. بالتالي الاجراءات ما خدش 10 دقائق، كي وقفت عنده عطاني ورقه باش نخلص في البنك انفص معاه، خلصت تقريبا واحد 4000 ريال 5000 ريال اللي خلصت على الفيزا. وبالتالي انا خلصت وجا حدايا قال لي يعطيني فلوس باش نخلص كلاسيرونس، داك الشيء داز بالخف ميم با 10 دقائق وعطاني الفيزا ديالي. غير هو الفيزا هنا كتعطى ورقه ما كتطبعش في الباسبور، لانه باش هما كيشجعوا السياحه، لان ايران عليها واحد الحصار، وهذا الحصار بدا من 44 سنه وتشدات الوتيره ديالو في الاونه الاخيره،
وبالتالي هما بحال كيحموا السياحه وكيحموا السواح والسياح اللي كيجوا عندهم، ما كيطبعش لك في الباسبور باش ما يبقاش شي انديكاسيون بانك دخلت الايران، باش حتى لو بغيتي دير فيزا لامريكا ولا بعض الدول الاوروبيه ما كيبقاوش يحكروا علاش مشيتي لايران ويجروا معك البحث ويقدروا يرفضوا لانه غيتنووا بهذا الشكل. اذا كي كتسالي الاجراءات كتخرج كتلقى واحد الجيش ديال السماسره، ها اللي كيقول لك طاكسي، ها اللي كيقول لك نصرف ليه، كل واحد شنو كيقول، وفي الحقيقه كيتعبوك كيلصقوك. مشيت ناخذ سيم كارت ما تفاهمش معاهم لانها غتعطيني غير الشريحه، وفي الوقت نفسه ما غديرش لي الفي بي ان، انا بغيت ندير الفي بي ان وبغيت ندير كل شيء في خطره، لان هنا ايران مع الحصار اللي مفروض عليها وداك الشيء عندها شبكه خاصه بها، وبالتالي ما يمكنش لك تدخل الواتساب وجميع مواقع التواصل الاجتماعي وتجري اتصالات عبر الواتساب الا بواسطه الفي بي ان. وانا خفت انني ناخذ سيم كارت ولي نمشي عند الشخص ديال الفي بي ان يقول لي لا سيم كارت ما كديرش في بي ان ولا شي حاجه، بالتالي قلت نهبط للمدينه وناخذ هذا السيم كارت. دابا يلاه 3:15 3:30 بحال هكاك، باقي الوقت، بالتالي قلت نريح شويه بلا ما نهبط للمدينه، خصوصا انني عندي حجز في واحد الهوستيل، ولكن الحجز ما كيبدا حتى للجوج، ولا عاود شفت الوريقات كيقول لك من بعد الجوج عاد ممكن لك تدخل الغرفه ديالك. اذا قلت نبقى دابا هنايا حتى ديك 8 7 تيبان الحال، وهذيك الساعه ناخذ طاكسي ونشوف شي وسيله اللي توصلني للهوستيل. خلوني ندخل عندهم، يا ديك ما خلونيش، هذيك الساعه الامور سهله، نمشي ندير الفي بي ان وندير الاجراءات بين وصلات الجوج ونمشي نعاود ندخل عندهم. غير هو انا ما بغيتش يجي لايران، كل شيء سهل والله لحد الساعه. اذا دابا غنوريكم فين لوطيل اللي خدت، باش حتى بغي يجي شي واحد يشوفو. انا خدت هوستل، هو هوتيل هوستل، هذا هو لوطيل شتو، ودائما صور ديال الشهداء الايرانيين، دائما صور كاينه في المكان. اذا هذا هو الهوستل، مع هوستل زوين، هذا ماشي اشهار، مازال باقي ما وصلش مرحله يعطوني اشهار، ولكن عجبني صورته. هنا كاين الطابق الفوق، هنا لا ريسبسيون. هلو، اذا هذه هي القاعه اللي باغي يريحنا شويه ويقرا وداك الشيء، هذه هي القاعه. هنا كاين الدمو دي تور، سمع هوستل فيه كل شيء، اتاي والقهوه نهار كامل، ما تنضربش لي الحسبه، كل شيء كاين في هذا الوصل. هذه لا كويزين اللي بغى يطيب شي حاجه، تجيب الماكله الطيبه، فيها كل شيء مجهزه بكل شيء، كل شيء فيها. هذا القاعه في كيجلسوا الناس، القاعه في كيفطروا. انا واخد الفوق، واخد لهيه الفوق، هادو دي كابانو اللي بغى ياخذهم، ثلاثة أربعة كيكونوا شوية زينين في الثمن، كيكون ديال ثلاثة الناس أربعة الناس لي كوبل. هادو لي هوستل، بمعنى غرفة، كاين غرفة اللي فيها أربعة أسيرة، وكاين الغرفة في اللي ثمانية اللي فيها ثمانية، هادو الرحالة اللي جاو بالدراجات ديالهم. إذا كاين الغرفة اللي فيها أربعة وكاين الغرفة اللي فيها ثمانية. أنا خدت غرفة اللي فيها أربعة تقريبا 100 درهم الليلة، هذا الشيء باش خدتها أنايا. ها الغرفة اللي فيها أنا دابا، باقيين شي وحدين ناعسين، ما غاديش نحاولوا نصدعوهم،
غادي نوريكم الغرفة اللي فيها أنا. إذن هذه هي الغرفة، حاولت ما نهضرش لأن كاينين جوج باقي ناعسين، بالنسبة لي دوش التواليت هما مشتركين. هذا اللي شفتو دابا ديال 8 الناس، اوطين نقي زويان. انا بوكيتو من المغرب، تسمع اوطيل زويين زويين بمعنى الكلمه، مخير مع سمع لي زوين فيه. كما قلت لكم القهوه اتاي واخذ نهار كامل، جي خط وخذ القهوه اتاي، الفطور فطر مع راسك كما بغيتي، خذ ثلاثه البيضات اربعه، ما كاينش اللي يدوي معك، خذ اللي بغيتي هادشي باش زويين. إذن هذا هو الفطور اللي كاين، خبز الإيراني اللي معروف، بيسكوي، فروماج، الدلاع، مطيشة هنا كثيرة في إيران، كيستخدموها في جميع الوجبات، الخيار والبيض. داخل ممكن تاخذ قهوة، وأتاي هادو كتاخذهم في أي وقت، قهوة أتاي تاخذهم في أي وقت. هذا هو الهوتيل. هذا هو الفطور ديالي اللي خدت. إذا خد الخيار، البسكوي، الخبز، البيض، الفرماج، وكاس ديال الأتاي. أتاي ديالهم رائع والله، كتشربو كتبدا تقرع هذيك الساعة، لأن إيران معروفة بإنتاج ديال الشاي. واتاي ديالهم زويين بزاف 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 بزاف. ايوا دابا غنحاولوا ما امكن نفطروا ونعاود نوريكم الغسط المزيان. دابا غنحاول ناخذ القهوه ديالي. قهوه عندهم ماركه زوينه حقيقه، نبغيها قاصحه. اسي محمد رزقاوي، ها القهوه هنايا، هذه احسن من القهوه اللي كنتي كتشرب لها. المحبوبة الجماهير كما كتسميها نتايا. هنا هذا الإناء فيه الماء سخون، في أي وقت كتلقاه موجود. أتاي كاين هنا، وكاين أتاي حبوب تاهو إلا بغيتي ديرو. المهم أوطيل فيه كلشي في الحقيقة، كلشي موجود في الحقيقة. إذا نحاولوا نشربوا القهوة ديالنا هذا الصباح. نديروا جلسة شعبية، نشربوا القهوة ديالنا في جلسة شعبية. دي جلسة شعبية نشربوا فيها قهوة. شفت الجلسة كي دايرة؟ ايوا هنايا غنشرب التكة ديالي قبل ما نتحرك شي بلاصة أخرى. هاك تاخدو بار انترنيت اوتيل الهوستل معروف، الحصة القهوة ديما ما تضيعش.
واو قاي واو مش هديري كتومو الدمغ كما العادة ديال الجمال ديال القهوة. اللي زوين في هاد الهوتيل هو الخضورية، ما جا في شي بلاصة مغلقة ولا شي حاجة، خضورية مخير فضاء مفتوح كما كتشوفوا، ما كاين لا الزمت لا والو.